قسط الكل. مش هتنزلي تشرفينا في الحفلة شوية ولا ايه؟ الحفلة ملهاش طعم من غيرك خالص يا ست الكل. ماليش نفس، روحوا انتوا هيصوا واتبسطوا مع اصحابكوا. معقول ده؟ احنا نهيص وانتي حابسة نفسك كده؟ اعمل ايه؟ نصيبي كده يا ماما. مش ممكن لحضرتك بتعمليه في نفسك وفينا بسبب سارة. احنا كلنا زعلانين جدا على اللي سارة فيه، بس مش معنى كده ان احنا نربط حياتنا بحياتها. يعني انتوا سايبين الحفلة وضيوفكم وطالعين عايزيني انسى اختكم العيانة المرمية في المستشفى؟ يا ماما ما قلناش ان حضرتك تنسيها، بس عشان ترتاحي وتريحينا لازم تحطي في اعتبارك ان سارة طول عمرها تفضل عايشة في الحالة دي، عمرها ما ترجع انسانة طبيعية. خالد اوعى تاني مرة تتكلم عن اختك قدامي بالطريقة دي. لما تبقوا لوحدكم وبقولوا اللي انتوا عايزينه. سارة اللي عايزين ننساها ما عاشتش الحياة اللي انتوا عشتوها. قضت اجمل سنين عمرها وشبابها فقد الوعي، مرمية في اوضة في مستشفى. يا ماما اللي حصل لسارة ده قدرها، محدش فينا ليه ذنب فيه، ومحدش مننا يقدر يعمل لها حاجة. احنا كلنا مقدرين يا ماما ان اعصاب حضرتك تعبانة، خصوصا طبعا بعد اللي حصل النهاردة في المصحة. وانتي امنا، ومش عايزينك تتعرضي للمواقف اللي بتتعبك دي. صدقيني يا امي، الامل الزايف اللي بيروج له الدكتور حسن هو السبب في اللي انت فيه، لكن لو بصيتي للموضوع نظرة واقعية هترتاحي. حقيقة الدكتور حسن طلب مني ما زورش بنتي تاني، ويعلم هشوفها قبل ما اموت ولا لا. وحقيقي بدأت أفقد الأمل في إنها تخف. حاجة واحدة بس هي اللي أنا متأكدة منها، إن رحمة ربنا فوق أي أمل. طبعا طبعا. نسيب حضرتك بقى علشان ترتاحي. بعد إذن. الظاهر إن خلاص مفيش فايدة، سارة هتفضل منكدة علينا على طول. بالعكس يا مراد، مشكلة سارة قربت تتحل. تتحل ازاي؟ ده كل مدى عمالها تتعقد. بعد زيارة ماما النهاردة لسارة واللي حصل فيها موقفها اتغير، كلامها بيقول كده. سيبك بس من أي كلام عاطفي ممكن تسمعه من أي أم ليها نفس ظروف ماما، واتحداك ماما مش ممكن هتكتب الفيلا لسارة. كلها شهر ولا اتنين وهتكتب لنا نصيبها. نتمنى هذا. يلا بقى ننزل نلحق ضيوفنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هي سارة عايزة حاجة منكم ولا عايزة حاجة من الدنيا؟ اخصى على الإخوات. ليه بس يا ست هان؟ ليه الدموع دي لازمتها ايه؟ غصب عني يا زهرة، خالد ومراد مش حاسين باللي أنا فيه. معلش يا ست هان، من الحياة سرقاهم، اعذريهم. أختهم الوحيدة بيكلموني عنها زي ما تكون ماتت، مستكترين عليا اني حزينه على شبابها اللي عمال يضيع يوم ورا يوم. يا ست هانم، احنا كنا فين وبقينا فين؟ قولي الحمد لله. الحمد لله على كل حال. زهر. نعم. اقعدي، انا عايزه امنك امانه. بس كده؟ رقبتي ليك يا ست هانم. ازاك تعتبري سارة زي اختك بالظبط؟ طبعا اختي. انا وعيت على الدنيا لقيت نفسي في البيت ده انا وهي بنلعب مع بعض زي الاخوات واكتر. ده لحم اكتفي من خيرك. مهما حصل عايزاك طول عمرك تزوريها وتطلي عليها. ربنا يخليكي ليها يا ست الكل، انت امها، يديكي طولة العمر وتطلي عليها وتزوريها. يا بنتي محدش ضمن عمره، وانا عارفه ان انا لو جرالي حاجه اخواتها حينسوها ومش هيسألوا عليها. ساعتها يا كبدي هتبقى يتيمة كمان مقطوعة من شجرة. عهد عليا يا ست هانم، لغاية آخر نفس خارج من قلبي هفضل أزورها وأطل عليها، حتى لو أدوها آخر الدنيا برضو هروح لها، حتى لو زحف على ركبي. أصيلة يا زهرة، ده عشمي فيكي برضو. يلا بقى كفاية عياط، وادعي لها دعوة حلوة. ده مفيش أحلى من دعوة الأم، ادعي لها ربنا يشفيها يا رب.